ولدي مجا ولدي مجا بغا تيليفون فابي. ولدي انا خرج مع 8:30 مشى للمدرسة، جا مع 12 خرج قبل الوقت ديالو، جا مع 12 حط شكارة لواحد وجيرانا قال له انا غنمشي نعس، من تما غبر له الاثر ما بقيناش كاع نشوفوه فين كاين. ولدك شحال عنده من العاش؟ ولدي عنده 15 عام. واخا اول مرة كيخفي حساب عام؟ اول مرة غادي يدير هاد هادي. شنو دار؟ اول مرة غادي يخرج لا يعبلو شي واحد براسو غادي يحرق ما يحرق. اما الاوديوات عندي ديال طنجاوي هاد السيد دا ليا ثلاثة الكيشيات. شحال دار؟ ثلاثة الكيشيات ديال كيفاش شنو كان كيقول له في الفوكالا؟ شنو كان كيقول له؟ قال له طلع عندي يا صاحبي مرحبا بك لطنجة، العايل ديالي طلع عندي لطنجة. وفين تلاقى مع هذا؟ فين تلاقى معاه؟ ما عرفتيش فين كان؟ في التليفون. في شي لعبة؟ في شي جو؟ في التليفون عندي في فيسبوك. وبالنسبة للرقم ديال ذاك الدري تواصلت معاه من بعد؟ تواصلت معاه قال لي ما عنديش اخاتي تنعرف محمد بروس وما عنديش، بصح هو تتواصل معاه تيهضر معاه بالاوديوات. واخا شنو يدير لك ولدك الان؟ ولدي غيجي، انا ما باغي حتى حاجه، غيجي ولدي. غيجي ولدي راه حرقني وشواني، ولدي عمر راسو هذا العام بزاف بالحريق. غيكبر قلت له غنصيفطك، باقي عاد عنده 15 عام، هاي كبر دابا ها هو دابا يلعب له شي واحد على راسو. محمد الا كتشوفني انا تقلب عليك. انا مزوقه فيك حبيبي، اجي عندي اجي. اللي درتي انا ماشي مشكل، ما نضربك ما درتش حاجه، اجي عندي. يا محروقه بغيتي تحرك تتكبر وخصيفطك، اجي عندي. شوف قولوا لي تيش قولوا لي اللي شافوا قلوب الرحمه يشافوا لينا. شفتي العائله؟ تواصلتي مع العائله؟ عيطت للعائله كامله، عيطت لاختي، عيطت لكل شيء، ما كاينش هذاك السر اللي مخبي عنده شي واحد في الدار يجيبوا لي. انا مزوقه فيك ما غاترش حاجه. اش من مدينه انت اللي شاكه فيها يكون فيها دابا؟ شاكه فيها طنجه. واخا جيتي عند البوليس درتي الديكلاراسيون؟ درتي الديكلاراسيون وكل شيء. واخا شنو قلتي للبوليس؟ شوفي قول لهم اللي شاف هذا الولد الله يرحم والديكم يعيط لنا في هذه النمره. واخا بالنسبه للابن ديالك فوقاش من الشيشات؟ من ساعه تقريبا من الشيش، من الصباح، من 8 من 8. واخا كاين يدير السلوك ديال ولدك هذا الاسبوع؟ سلوك ولدي تهضر بالحريق، تهضر الفوكالات بالحريق، الستوريات بالحريق، الناس جيران عندي كلشي، الدراري تيقول لي فاتي حدي مع ولدك، حدي مع ولدك، كاين عندي كلشي باقي في الدار عندي، ما هز لي حتى شي حاجه، هز الكيشيات قايد هو اللي شافو شي واحد كبير هو اللي داير لي ولدي. واخا هاد الدري هذا اللي كتشكو فيه انت من طنجه؟ من طنجه. الرقم الهاتف ديالو عاوتاني تواصلت معاه؟ تواصلت معاه هو. وشنو قال لكم؟ ما قال لي خالتي تنعرف محمد برواس بصح ما شفتوش وما جاش عندي. ها محمد امك راه شويه. واخا كيفاش دابا داير الحاله دابا ديالك؟ الحاله ديالي انا العافيه راه عايشه بحالها هستيريه. راه ربي اللي عالم بيا. شاف هاد الدري والدي ربي اللي عالم بيا. اللي شافو ولا اللي محمد غاجي ما ندير لك حتى حاجه. اجي ولدي. ديال التمره ديالنا. اذا كما كتشوفوا معنا ولكن عندي مسكين محروق عليه، ما نساش ما كيجاش الناس ضايقه اللي شافوا اللي شافوا. الله يجازيكم بخير. يتواصل مع هذا الرقم. والان حنا كنتواجد الان امام المديريه المنطقه الامنيه. واخا شنو الساعه الاخرى اللي شتي فيها؟ ما شفتوش انا، اللي شافوا الناس مع 12 واخا شفتي لعب تمايا بغا التليفون بغا التليفون بغا شارجو، اختو ما بغاش تعطيه التليفون شارجو. ما عندوش اصدقاء؟ لا صافي غادي الصباح هذا نشوفوا شنو كاين. ما عرفناش مع من المدرسه راه مشاو وياه حيت جا مع شي واحد طويل من حي السلام. حي السلام هو جماعة شافوه الناس؟ شافوه الناس. وهاد الدري ما عرفتوش شكون هو؟ ما عرفتوش. لا كان طالبوا اللي شافوا ولا اللي وقف معاه ولا اللي داز من قدامه يتصل بهاد النمره اللي في الشاشه.